المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا المساء، وهذه أبرز عناوينه. البرهان يدعو فرقاء السياسة السودانية لإفساح المجال لآخرين لقيادة أمر الهم العام للبلاد. الهلال القطري ينفذ مشروع إفطار صائم بالجبلين. أهلا بكم. قدم رئيس مجلس السيادة الانتقالية القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان واجب العزاء لأسرتي الشهيدين العقيد الركن عبد العظيم عيسى بمدينة صالحة جنوب أم درمان، والذي استشهد بمدينة نيالة يوم الأحد الماضي 2 من أبريل الجاري إثر محاولة مسلحين نهب السيارة العسكرية التي كان يستقلها، ولأسرة الشهيد المقدم ركن أحمد محمد علي بمدينة النخيل بأم درمان، والذي استشهد ليلة 6 من أبريل بزالجي إثر تعرضه لإطلاق نار من مسلحين قاموا بنهب السيارة العسكرية التي كان يستقلها، وكان الضابطان قد استشهدا في أعقاب حادثتين متشابهتين، وتتواصل جهود القوات المشتركة بنيالة وزالنجي للقبض على الجنات. هو واحد من قادة القوات المسلحة، وهو واحد من أبناء الشعب السوداني، وهو واحد مننا من قبيلتنا العسكرية. أنا مفتخر بأنه الجيش فيه ناس فيه قادة زي أحمد. نحن هسه جينا من برضو مشينا عزينا في أخونا الشهيد عبد العظيم، سبقوا قبل يومين. المسألة دي بالنسبة لنا مسألة صحيح ما قاعد نفقد فيها رجال، نفقد فيها شباب، نفقد فيها أشخاص عزيزين علينا، لكن ما بتزيدنا إلا قوة وما بتزيدنا إلا إصرار بأننا نقدم زيادة ونقدم زيادة، لأن الناس دي كلهم هدفهم وهمهم أنه يحافظوا على استقرار وأمن البلد، يحافظوا على استقرار وأمن السودان. فأنا قبل ما أعزيكم بعزي القوات المسلحة، بعزي دفعته، بعزيكم أنتم أسرته وأهله، ونقول لكم أصلا أحمد مشى وكلنا ما معروف الطريقة اللي بنمشي بها. هو مشى بطريقة بتاعت رجال، مشى بطريقة هو ارتضاها لما لبس الزي العسكري، لكن احنا كلنا حنمضي في نفس الطريق، وكلنا ما في زول عارف روحه بيصبح لبكرة والله بيقعد له يومين ولا ثلاثة. نحن كلنا نتمنى أنه نمشي نفس المشي اللي مشوها الشباب ديل، لأنه دي مشي بتاعت عزة. قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إنه في حال فشل الجميع في تحقيق أكبر كتلة من التوافق الوطني تقود البلاد والتغيير، يجب علينا إفساح المجال لآخرين من أبناء الوطن وأن نغادر جميعا المشهد السياسي، لأننا ضيعنا 4 سنوات نكرر فيها نفس الحديث ولا نرضى بقبول الآخر. جاء ذلك لدى مخاطبته إفطار رمضانيا بمدينة أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور عدد من أعضاء مجلس السيادة الانتقالي وقيادات قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي الموقعين على الاتفاق الإطاري وقيادات الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية. أولا نترحم على أرواح شهداء القوات المسلحة وشهداء السودان الذين ما انفكوا يقدمون أرواحهم طاهرة زكية فداء لهذا الوطن. نحن في الأسبوع الماضي ده كنا احتسبنا 4 شهداء، 3 في دارفور و1 في الخرطوم. هنا عندنا 3 ضباط، 2 من الجيش و1 من الشرطة، وعسكري تابع للاستخبارات، ومبارح في مظاهرات مبارح. دي كلهم نحن بنعدهم قربانا لينعم الشعب السوداني بحريته وكرامته. شكرا لأخونا ياسر على استضافته لفرقاء السياسة في السودان، تحية لكل أهلنا في كل مكان اللي بينظروا لنا. أنا دائما بقول الكلام ده، بينظروا لنا نظرة
رجاء ونظرة تمني في أننا نستمع إلى أصواتهم ونلبي طموحهم في العيش الكريم. نحن ظللنا 4 سنوات الكلام اللي قلناه وسمعناه هنا ده قاعد نقوله ذاته ال4 سنين اللي فاتت دي. نحن صحيح في الجيش مؤسسة عسكرية قديمة راسخة منضبطة ما بتسعى لإثارة الفتن ولا بتسعى لإثارة الحروب. المؤسسة العسكرية يوم ما تسببت في حرب قبلية ويوم ما تسببت في فتنة. المؤسسة العسكرية نحن بعلمونا من الكلية الحربية أنه كيف نصبر. العض بتاع الأصابع ده اللي بيقروه الناس ده نحن قاعد يعلمونا له في الكلية الحربية. ومن الأول بيقولوا لك الطالب الحربي لا يسار ولا يستسار، بيعلمونا الكلام ده صغار نحن، بيعلمونا له لغاية ما بيقبه. نحن الناس الآن بيشوفوا صبر الناس وتحملهم. في ناس بيفسروه تفسيرات مختلفة، بيفسروه ضعف، بيفسروه عدم رغبة، عدم اهتمام بشأن الناس، لكن هذا أحد تدريبات وتكتيكات العسكريين عموما. أنه نحن صراحة الحياة دارينا في النهاية بنحفر لها بالإبرة عشان نصلها، يعني الناس ما يشوفوا صبر الناس وسكات يفتكروه ده ضعف والله ده عدم رغبة في فعل أي شيء. نحن لا سمات دين حبل الصبر، وبنعاين للناس في أنه يجب أنه يطلعوا بهذا البلد لبر الأمان. من جانبه دعا عضو مجلس السيادة الانتقالية سير العطا الجميع للالتفاف حول مطلوبات الوطن ومستقبل الأجيال القادمة مهما كانت التضحيات. فجراح الوطن نازفة نازفة نازفة، راية الوطن سنبنيه فلتلتف حولها كل الأيادي الثورية والنضالية والسواعد الندية، وطن حر ديمقراطي. يحق لي ولشعبنا أن نحلم، وقسما سيتحقق حلمنا غريبا جدا بإذن الله. إلى ذلك أكد حاكم إقليم دارفور منياركو مناوي أن عملية التوافق تستند على مبدأ قبول الآخر بعيدا عن الانتقائية. ننتقي السلام من بين مليون فرصة بتاعت الحرب، ننتقي بالسلام. التقيناها جمعا أن احنا مرحب بكم، أن احنا في قبول الآخر، وأن احنا معكم، وأن احنا جزء منكم وأنتم جزء مننا. يجب أن نجلس مع بعضنا البعض لإخراج هذه البلاد من المازق الموجود. لا أنا مفكر ولا أنت مفكر ولا العسكري مفكر أكثر من العقل الجمعي هو الذي يقودنا إلى السلام الدائم. في الوقت نفسه قال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر إن جهات لم يسمها تريد أن تعمل مع آخرين لإعادة عقارب الساعة لما قبل 11 من إبريل من العام 2019. شيء يفترض يخلينا نحن فعلا منقسمين في البلد دي، نحن منقسمين بين حاجتين، منقسمين بين القوى الدائرة تعمل تغيير وقطيعة مع مشروع الاستبداد الحمل النظام السابق، وما بين الناس الدارين يرجعوا عجلة الساعة لما قبل 11 أبريل. شرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد العاطي أحمد عباس ختام الجائزة القرآنية الكبرى في دورتها الثالثة والتي نظمها مجمع معاوية البرير السلامي بضاحية بر ناصر وبرعاية كريمة من الحاج معاوية البرير وحرمه المصون، حيث نال المقرئ الشيخ صالح آدم فضل الجائزة الأولى من فرع القرآن كاملا وقيمتها 2 مليون جنيه، كما نال الشيخ أبو بكر هنو مطر الجائزة الأولى من فرع 10 أجزاء بقيمة 1 مليون جنيه. إلى ذلك قال وزير الأوقاف إن تعظيم بيوت الله وتعظيم القرآن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله، مشيرا إلى أهمية أن تزكية المجتمع، وحثهم بقيم القرآن الفاضلة من أجل إصلاح الحياة العامة والإخلاص في جميع معاملاتنا السياسية والاجتماعية. فهذا العمل الجليل بعد توفيق الله لهم وفي هذه المنارة التي هي معلم من معالم هذا الحي، يشكرون عليه ويثابون عند الله به. فإن تعظيم بيوت الله وتعظيم القرآن
من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا. ثم إني أتوجه بالشكر الجزيل للمشايخ في اللجان المختلفة الذين سهروا واجتهدوا، فكانت هذه الثمار التي نحضرها في هذه الأمسية المباركة. من جانبه شكر والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة دور أسرة البرير في العمل الوطني ومساهمته في تطوير القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية بالبلاد، إلى جانب دوره في تشييد المساجد والمجمع الإسلامي لتبصير الناس وإرشادهم على فعل الخير، مهنئاً الفائزين بنيل شرف حفظ القرآن وتلاوته بالمهارة المطلوبة. هذا القرآن هو الذي يوحد الناس والذي يجمع الناس، فلذلك نحن أحوج ما نكون لنشر تعاليم هذا الدين الحنيف وتعاليم القرآن الكريم، تعاليم القرآن التي نحتاج إليها الآن في بلدنا السودان. القرآن يدعو إلى نبذ العنصرية ونبذ الكراهية، ويدعو إلى التحابب والتصافي والتآخي. تقوم جمعية الهلال الأحمر القطري هذه الأيام بتنفيذ مشروعها السنوي إفطار صائم خلال شهر رمضان المعظم لعدد من ولايات البلاد من بينها ولاية النيل الأبيض. نتابع المزيد في صياغ تقرير مراسلنا بالنيل الأبيض. ضمن مبادراته المجتمعية دشن الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني بالنيل الأبيض مشروع السلة الرمضانية إفطار صائم للأسر التي تعرضت للسيول والفيضانات بمحلية الجبلين. وخلال برنامج التدشين ثمنت الإدارة التنفيذية للهلال الأحمر السوداني بالولاية دعمه وجهود الهلال الأحمر القطري في كافة المجالات. الحمد لله والشكر لله، اليوم نحن بنوزع في إفطار صائم بدعم من الهلال الأحمر القطري ل 500 أسرة في محلية الجبلين، لغرى الغرى المتضررة من الفيضانات، وهو زي ما انتم شايفين هذه الغرى المتضررة والايتم الموجود في 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 في, في الكرتونة بدعم من الهلال الأحمر القطري. مشروع إفطار صائم واحدة من المشروعات المدعومة من قبل الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني، مستهدفين 500 أسرة بمحلية الجبلين. هذه الأسر هي الأسر التي تأثرت بفيضان النيل جزيرة نصران. الآن نحن في محلية الجبلين مستهدفين 500 أسرة. قطر التي ظلت داعمة بأياد مبسوطة وقلوب مفتوحة للشعب السوداني استهدفت من خلال هلالها الأحمر 3000 أسرة موزعة على عدد من الولايات بما فيها حصة النيل الأبيض والتي بلغت 500 سلة للمتضررين من السيول والفيضانات. نحن الآن بولاية النيل الأبيض بأحد القرى المتضررة. يستهدف المشروع في السودان حوالي 3000 أسرة مقسمة على ولاية النيل الأبيض وولاية الخرطوم وولاية غرب كردفان والولاية الشمالية. ويستهدف المشروع كما قلت على 3000 أسرة. استهدفنا في ولاية النيل الأبيض اليوم 500 أسرة متضررة. مشروع إفطار صائم الذي قدمه الهلال الأحمر القطري للمتأثرين بالفيضانات بمحلية الجبلين جسد قيم التواصل والتراحم بين أبناء الشعبين الشقيقين، خاصة في هذا الشهر الكريم. لقناة الشروق الفضائية محمد الفاتح موسى، ولاية النيل الأبيض، الجبلين. شهد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم تدشين مشروع آبار منطقة عيد حسين بافتتاح بئر السلمة البقالة ضمن بند المسؤولية المجتمعية بالشراكة السودانية، وهذا وقد أكد وزير المالية على أهمية تنفيذ الحل الجذري الذي يعتمد وصول مياه النيل إلى المنطقة، مبينا أن استراتيجية وزارة المالية ترتكز على توفير تمويل الخدمات الأساسية للمواطنين، في مقدمتها مياه الشرب النقية والآمنة بكل مناطق السودان، مجددا عزم الحكومة القضاء على العطش فعليا إلى جانب العمل في قطاعات التعليم والصحة وإصحاح البيئة.
إلى ذلك أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة سعادته بمساعدة الحكومة الاتحادية في إنفاذ المشروعات الخدمية بالولاية، مبينا أن الولاية تسعى جادة لتحقيق شعار إمداد ماء مستقر كما وكيفا كحل جذري لمشكلة المياه بولاية الخرطوم، موضحا أن ولاية الخرطوم تحتاج إلى نحو 3 مليون متر في اليوم، وهذه تحتاج إلى نحو 5 محطات نيلية، مناشدا وزارة المالية بضرورة الإسراع في دفع ميزانية الولاية في الربع الثاني حتى تستطيع الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. كما وجه الوالي إدارة محلية جبل الأولياء بزيادة الجهد فيما يلي إصحاح البيئة، مشيرا إلى أن ولاية الخرطوم تحتاج استدامة الموارد من قبل الحكومة المركزية. احنا عارفين عندنا فجوة في المويه المنتجة. المويه عندها مصدرين، مصادر نيلية ومصادر آبار. نحن ما مفروض يكون عندنا مصادر آبار في ولاية الخرطوم. الحل الاستراتيجي عشان أي مواطن يشرب، يا هو زي ما قال الأخ باشمهندس أردول، نحن عندنا النيلين ونهر النيل، نحن بيناتهم مفروض نحن نشرب مويه من النيل، مويه صافية من النيل. أي جزء من هذه الولاية ده الوضع الطبيعي، لكن يا جماعة نحن بنحتاج ل 3 مليون متر مكعب في اليوم عشان نسقي ولاية الخرطوم. المنتج الآن من المحطات النيلية الموجودة والآبار الموجودة 1,200,000 متر مكعب، عندنا فجوة بتاعت 1,800,000 متر مكعب، دي مفروض نوفرها. إلى ذلك وعد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول وعد بتكملة الآبار الثلاثة المتبقية ضمن المشروع بأسرع ما يمكن، مؤكدا على استعداد الشركة لمواصلة الشراكة مع ولاية الخرطوم لتكملة العمل في مشروع الحل الجذري، مضيفا أن الشركة السودانية ستعمل مع والي الخرطوم في برنامج إصحاح البيئة. كما أوضح أردول أن مشروعات المسؤولية المجتمعية لا تقتصر فقط على مناطق الإنتاج. المشروعات بتاع المسؤولية المجتمعية في الشركة اللي بنفذها أنا أخونا محمد طاهر هي مشروعات مربوطة بالإنتاج وكذلك مربوطة بالشركة. فالمشروع ده دي واحدة من المشروعات المربوطة بالشركة. نحن في الأيام القادمة برضو هنفتتح مشروعات أخرى، عندنا حوالي 11 غرية في نهر النيل توصيل الكهرباء، ما كانت عندهم كهرباء بالرغم ان عندهم السد بتاع مروي جنبهم في ابو حمد، لكن ما وصلت لهم الكهرباء حوالي 11. كذلك في البحر الاحمر في بورسودان في اربعات عندنا افتتاح لمشروعات الكهرباء، وكذلك في القرى القاش، وكذلك في حلفه في منطقه وادي حلفه نفسها في مشكله بتاعت المياه برضو زيكم هنا، نحن دفعنا التزامنا علينا ومتبقي بقية الشركاء. افتتحنا مستشفى زالنجي أو مولنا مستشفى زالنجي بكل المعدات وكذلك المستشفيات في الجنينة. ورياضيا، حقق المريخ فوزا مستحقا على ضيفه تشرين السوري بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي جرت الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة السعودية ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية. تقدم تشرين السوري بالهدف الأول على الدقيقة 13 من عمر المباراة عن طريق لاعبه عبد الرازق المحمد، لكن المريخ لم يستسلم وهاجم بضراوة حتى جاءت الدقيقة 29 من عمر المباراة حين أدرك التعادل عن طريق الجزول نوح. وبعد الهدف ب3 دقائق فقط أضاف البرازيلي باولو سيرجيو هدف التقدم للمريخ، لتنتهي المباراة بتقدم المريخ بهدفين مقابل هدف. ويستقبل تشرين المريخ في لقاء الإياب الثلاثاء المقبل بذات الملعب. المشاهدون الأعزاء، ختام هذا المساء نعود ونذكر بالعناوين. البرهان يدعو فرقاء السياسة السودانية لإفساح المجال لآخرين لقيادة أمر الهم العام للبلاد. الهلال الأحمر القطري ينفذ مشروع إفطار صائم بالجبلين. بهذا تكاملت نشرتنا الإخبارية لهذا المساء. لمزيد من المعلومات والأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الشروق.net. كونوا بخير، إلى اللقاء.